يقول سلمك الله في سؤاله الثاني: في بلدي ولاة الأمور يأخذون صدقة الفطر مالا، فهل تجزئ عني أم لا بد أن أخرجها طعاما وأنا قادر على ذلك؟ اللي تبرأ به ذمتك أنك تخرجها طعاما تعطيها للفقير، وإذا أجبروك وأخذوها تحملوها في ذمتهم، أما إذا لم يجبروك فأنت أبرئ ذمتك. نعم.